حبيب نارين بيوتي السري يطلب إيدها أمام الجميع، ونارين تعلن عن خطوبتها. نعم مثل ما سمعتوا، فاحتفلت امبارحة نارين بيوتي بعيد ميلادها 23 بحضور عدد كبير من أصدقائها، واللي شاركوا كل تفاصيل الحفل عبر الستوريهات. وتداول جمهور نارين بيوتي هالستوريهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومع تداولهم لها الفيديوهات تداول البعض إشاعة تواجد حبيب نارين بيوتي السري بالحفل، وزعم البعض أيضا أن الحفل كان من تنظيمه، وتداولوا أيضا إشاعة أنه تقدم لها بالحفل أمام الجميع وطلب إيدها، إلا أن هالجزء من الحفل ما تصور من طرف المعازيم. وزادت هالإشاعات خاصة من بعد ما شفنا بكاء لين وسط الحفل، وهذا جاء من بعد سماعها لخبر سري ما أعلنوا عنه، وأيضا تواجد صندوق سري ما شاركوا وما صرحوا عن شو في داخله، وأيضا حمل نارين بيوتي للافتة مكتوب عليها إمتى العرس. فشو رأيكم بإشاعات خطوبة نارين بيوتي، وهل بتشوفوا هالإشاعة حقيقة أم كذب؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات. ليش بتعيطي؟ شوفوا بتعيط، نزلوا بكل مكان. لين بتعيط؟ لين بتعيط؟ سؤال، ليش كنت تعيطي؟ تعرفي ليش كانت تعيط؟ لقت على الأرض 100 درهم. احكي لها ليش كانت تعيط؟ ليش كانت تعيط؟ نارين غصية.